مرحبا، في هذا الفيديو حقدم لكم 3 عادات إذا اتبعتها حتتغير حياتك للأفضل بدون مقدمات. يلا نبدأ الفيديو. الامتنان أو الشعور بالامتنان للأشياء البسيطة أمر أساسي لتحقيق السلام والسعادة، والامتنان هو مثل الشكر، إنك تحس بالرضا وترضي بما قسمه الله لك. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن شكرتموني لأزيدنكم. لذا لا تخدع نفسك بالتفكير في إنك تحتاج إلى شيء لا تملك حاليا حتى تكون سعيد. إذا لم تتمكن من تقدير ما لديك الآن، فلن تقدر الحياة الرائعة اللي تريدها إذا حصلت عليها في أي وقت. تعلم دائما في تخصصك، سواء كنت طبيب أو كنت مهندسة أو كنت مصور أو كنت ربة منزل. تراعين أولادك، تعلم دائما في مجالك ما هو جديد وما لا تعرفه وتريد أن تتعلم فيه. وفي مثل رائع جدا تقول: لا يزال المرء عالما ما دام في طلب العلم، فإن ظن أنه قد علم فقد بدأ جهله. شرب الماء صباحا. اعتاد الكثيرين على بدأ يومهم بتناول القهوة أو أي شيء آخر، في حين أن تناول كمية كافية من الماء في بداية يومك مهم جدا لصحتك. شرب الماء بمجرد الاستيقاظ يساعد في محاربة الأمراض من خلال تحقيق التوازن في نظام المناعة لديك. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب وشاركوني رأيكم في الكومنتس، وشكرا على الاستماع.